عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده ان شاء الله هندخل محل كافودز. عايزه اقول لكم حاجه، معلومه مهمه عن كافودز. طبعا انتوا عارفين كافودز هو مختلف عن الاماكن التانيه وعن المحلات التانيه، ان هو بس للخضار والبقاله والصيدليه بس، ما عندوش طبعا زي الحاجات التانيه ولا هدوم ولا الكلام من ده. تمام. الحاجة التانية والميزة الحلوة اللي فيه ان هو مفتوح 24 ساعة، يعني اي حاجة انتوا عايزينها من اي وقت ممكن تيجوا هنا عليه، مفتوح 24 ساعة. طيب الحاجة بقى اللي هتهم كل الناس وهتستفيدوا منها اكتر، ان انتوا تحملوا الاب بتاعه عندكم، الاب بتاع كافودز. كل اسبوع طبعا بيعملوا عليه اعلانات على حاجات معينة، بيعملوا عليها تخفيضات كل اسبوع. طيب وكل يوم جمعة كل حق فيه بيعملوا حاجة ببلاش، كل يوم جمعة في حاجة ببلاش بيعملوها على الاب بتاعهم. انتوا كل اللي هتعملوا هتنزلوا الاب بتاعكم وتحطوا الزيب كود لأقرب مكان جنبكم، فهيقول لكم بقى. ممكن طبعا بتاع يوم الجمعة ده، العرض يوم الجمعة ده، اي مكان انتوا بره تقدروا تجيبوه عادي. يعني لو انتوا جنبكم مكان في كافوز وانتوا خرجتوا وبعيد ومكان تاني جنبكم، عادي تروحوا برده تجيبوه عادي، ما فيهاش اي حاجة. تمام. كل يوم جمعة بيعملوا حاجة ببلاش. يبقى انتوا كده عرفتوا ان هو بيعملوا كل اسبوع تخفيضات وعروض، وكل يوم جمعة بيعملوا حاجة ببلاش تقدروا تجيبوها في أي مكان من أي ستور حواليكوا بتاع كافودز. وممكن يبقى الجمعة أو السبت، يعني لو انتوا ملحقتوش الجمعة تجيبوها السبت عادي، أنا عملتها قبل كده. تمام. تعالوا نخش بقى نشوف شكل أم من جوه. عايزة أقول لكم حاجة مهمة، عرض يوم الجمعة اللي ببلاش ده يا جماعة لازم يكون عندكم الآب، عشان لما تخش جوه توريه للكاشير لازم يشوفوا الآب عشان ياخدوا الكوبون من عليه. أيوة صح، أول ما بندخل كده. طبعا هم عندهم مجلات بتعرف عندهم ايه اللي عندهم عليه عرض الاسبوع. بدور عليها بشوف حاطينها فين، المفروض بتبقى في الاول كده. اهي تمام اهي. اكسكيوز مي، دي الورقه بتاعتهم، المجله بتاعتهم بتبقى موجوده عليها الحاجات اللي عاملين عليها تخفيضات طول الاسبوع. طبعا دي بتبقى طول الاسبوع، اي يوم تيجي تاخده منها. تمام. دي غير يوم الجمعة، يوم الجمعة عندهم حاجة ببلاش يوم الجمعة بس، انما دي طول الاسبوع كل حاجة اهي عليها عندهم عرض بيحطوها في المجلة دي. وانت بقى تبصوا تشوفوا مثلا محتاجين ايه، ده اللي بيبقى موجود برضه عندهم على الاب، يعني ده ممكن تلاقوه عندهم على الاب برضه. تمام. كل الخضار اهو، طبعا العلامة الصفرا دي مكتوب عليها سيل، يعني عاملين تخفيض عليها، يعني كانت مثلا بسعر وبعدين خفضوها وبقت بسعر تاني. كل الحاجات اهي برضو، سلري الكرفس عاملين عليه برضو اهو، اللي مكتوب عليه الاصفر ده بيبقى ده خفضوا سعره. عاملين برضو على الفراولة الشوكولاتة برضو اللي هو الديب بتاعها. بصوا يا جماعه ده ورق الورق الليفت، انا يعني عايزه اقول لكم ان انا كنت بحسبه ده ورق الفجل، عارفين الفجل؟ والله العظيم انا قعدت تقريبا يجي شهرين اجيبه واكله على انه هو ورق فجل زي الجرجير كده، وبعدين طلع في الاخر ان هو ورق الليفت ترنب، طلع ورق الليفت، تخيلوا. عندهم نعناع فريش اهو ب 2 دولار ونص، مش عارفه ده ايه. عندهم الشبت اهو، بس انا مش عارفه حقيقي هما بيحبوا الراس دي في ايه، هما تقريبا بيحطوها على الشوربه، بس انا يعني انا بحب العروق بس بتاع الشبت ده. طبعا ده جرجير عادي 3.99 سنت. وفي عندهم البيبي الارجولا اللي هو الاورجانيك، بس ده صغير، ده صغير شويه عن ده، ده الورق بتاعه كبير عادي، ده اورجانيك. كل التوابل عاملين عليها برضو سيل، كل التوابل دي دي بقيت اللب بقى والمكسرات بتاعتهم. عندهم شوفان اهو، سعره حلو. هنا
وادي السوداني اهو برضو عندهم سوداني. لب عندهم لب مقشر ولب بقشره. عندهم اسمه ايه مشمش مجفف، وعندهم برضو الناحية التانية موز مجفف. بس بقى الناحية دي كلها عاملين عليها سيل، كل الناحية دي عليها سيل، كل الحاجات اللي هي دي عليها سيل. كل ده اللي عاملين عليه السيل، كل ده والناحية كمان دي والحاجة الساعة برضو من هناك. دي مناديل الدقيق، كل الحاجات دي. لو حد عايز حاجة وسعر مناسب ليه يجي يجيب. انا جاي اهو. ماكن شيز 59 سنت، والاوت ميل ده والكاندي الخمسة ب$4. تمام كده. دي الحاجة الساعة اهي ب$4.11، ودي المية. هم عاملين كل اللي عليه السيل مع بعض بتاع الأسبوع. دي برضو الحاجات اللي عاملين عليها تخفيض. بصوا يا جماعة عندهم ايه؟ عندهم رنجة. أنا مش عارفة ده ايه، ده فسيخ ده ولا ايه؟ حد يقول لي ده ايه ده؟ سموكد فيش، ده شبه الفسيخ صح؟ بس دي رنجة اهي، سموكد هيرنج، دي رنجة اهي. فين السعر بقى؟ السعر فين السعر؟ $5. بصوا يا جماعة $5. الحلاوة دي رنجة، شايفين السعر عليها اهو. دي بقى انا مش عارفه دي فسيخ ده ولا ايه، ده فسيخ ولا ايه يا جماعه؟ انا مش عارفه، تقريبا برضو شفته مره في جاسكو، انا مش عارفه ده ايه. دي كلها يا جماعه تخفيضات الاسبوع. دي اللحمه الباوند جراوند بيف، وما فيهاش نسبه دهون كتير. بصوا قد ايه، لا ده خنزير ده. كل الحاجات دي اللي عليها الاسبوعين بتاع الاسبوع ده. كل الحاجات اللي عليها اصفر دي بتاع الاسبوع. المكرونه برده ب79 سنت. تعالى نجيب مكرونه وفتونه اهي، التونه والمايونيز والصوص. التونه كل اللي كان عليها تخفيضات. ودي طبعا مكان الصوب والشامبوهات، ده الصوب كله والحاجات الغسيل كلها. نجيب الحاجات المهمة قدر المستطاع يعني عشان ما نبقاش طولنا. دي برضه الشاي الايس تي والحاجات دي، القهوة اهو. دي الصيدلية بتاعتهم اهي، مفتوحة 24 ساعة طبعا هنا في كاف فودز، وتقريبا برضو سي في اس. لا اسمها ايه التاني ده، هول جرين، مش عارفة اقول، بس هو كاف فودز مفتوح 24 ساعة. تمام، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة. باي باي.